السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل الفتح في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال. فقدت اليوم مصر والأمة العربية سيدة فاضلة مدام دلال عبد العزيز، اللي أصبح اليوم حزين جدا على الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. هنتكلم في الفيديو ده عن قصة زواج بها، قصة زوجات الثروة الطائلة اللي تركها سمير غانم وحجمها والتضخم اللي فيها، أزواج بناته، كل شيء، حياة سمير غانم، حياة دلال عبد العزيز، النشأة، كل شيء علشان تتقربوا من هذه الشخصية. يا رب بس الفيديو ده ينال بعض إعجاب محب ومتابع عادل فتحي، علشان يبقى لو في حاجة يبقى أعمل أنا حاجات زي دي في القادم بإذن الله. دلال عبد العزيز هي مواليد 1960، يعني تقريبا 61 سنة، كان بينها وبين سمير غانم تقريبا 23 سنة، لأن سمير غانم كان مواليد 1937، يعني كان عنده 84 سنة وهي عندها 61 سنة. مدام دلال عبد العزيز من محافظة الشرقية، من مركز درب نجم، في قرية بسيطة في محافظة في مركز درب نجم، وكانت بتشترك مع سمير غانم انهم الاثنين خريجين كلية زراعة. فمدام دلال عبد العزيز كانت خريجة كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ولكن سمير غانم كان قبل ما يلتحق بالمعهد العالي الزراعي بإدفينة تبع جامعة الاسكندرية، بإدفينة بحيرة، لكن كان قبلها سمير غانم طالب في كلية الشرطة، كان هيبقى ضابط شرطة، لكن نتيجة رسوبه المتكرر تم فصله من كلية الشرطة، وطبعا ما بيحقلوش غير الترشح اللي بيترشحوا له بعد الفصل، فتم وضعه في المعهد العالي الزراعي بإدفينة بحيرة، واللي هو تابع لجامعة الاسكندرية، عشان في ناس هيقولوا لا يا عم ده هو خريج كلية جامعة اسكندرية، لا، وكان معاه على فكرة في نفس الدفعة سيد عبد الكريم، سيد عبد الكريم اللي كان في ليالي الحلمية، ناجي السماحي لو تفتكروا انتوا، اللي هو كان اخو ناجي السماحي وكده يعني. فسمير غانم اشترك مع دلال عبد العزيز في ان الاثنين خريجين كليه زراعه، وطبعا خريج كليه الزراعه ايضا جامعه القاهره هو محمود عبد العزيز وعادل امام. احنا مش عارفين بقى كليه الزراعه خريجه العظماء. انا حد هيقول لي انت بتضحك، احنا بنضحك لان الموت عمره ما هيموت. الفنانه دلال عبد العزيز وسمير غانم عندهم بنتين، دنيا وامل. يا عم ده اسمها ايمي، بس هي اسمها الحقيقي امل. دنيا سمير غانم وامل سمير غانم، اللي بعد كده يعني دلعوها وخلوها ايمي. الاثنين اتجوزوا، دنيا اتجوزت الاعلامي الكبير رامي رضوان، ابن رجل الاعمال الكبير جدا، يعني غني جدا علشان تبقوا فاهمين، وسفير النوايا الحسنه. دي دنيا سمير غانم اتجوزت الاعلامي رامي رضوان، وأمل اللي هي إيمي اتجوزت الفنان المحبوب الوسيم اللي عنده قبول كبير جدا حسن الرداد، اللي كانت مدام دلال عبد العزيز وسمير غانم بيعتبرهم، بيقول ما كانش عمره بيقول إن أنا عندي بنتين دنيا وإيمي، لا كان بيقول أنا عندي أربع أولاد، رامي وحسن وإيمي، وإيمي يعني أمل بقى، هنقول إيمي بقى زي ما بيقولوا، ودنيا. فكان دلال عبد العزيز ما كانوش بالنسبة لا كانت حما ولا كان سمير غانم حما، كان بيعتبر دول أولاده. حجم بقى الثروة الطائلة، علشان الناس بقى هتبدأ تقول في ناس كلام، مليارات كبيرة جدا. سمير غانم احنا بنتكلم على 160 عمل، 160 فيلم، و50 عمل مسرحي، وفوازير وشغل ودعايه واعلان، حاجه كبيره جدا، وتعب السنين زي ما بيقولوا. ده ايه ياما كان بياخد ادوار بسيطه، وياما عمل ثلاثي اضواء المسرح وافرحونا وابهجونا، وكان معاه جورج ستهم والضيف احمد، وكانوا على فكره اول من ابدع في الفوازير، هو من انشاها هو سمير غانم وجورج ستهم والضيف احمد. الثروة الطائلة التي يقال هي تقريبا 100 مليون دولار، أي ما يعادل مليار ونص جنيه مصري، وده مش كتير عليهم لو بصينا مثلا لثروة كبيرة جدا زي ثروة عادل إمام التي تتخطى هذا المبلغ 20 ضعف ولا 15 ضعف ولا 10 أضعاف، أو ثروة حتى محمد رمضان التي تتخطى هذا المبلغ، بالرغم أن محمد رمضان يعني في العشرينات كذا وعشرين سنة.
يبقى عرفنا فرق السن. سمير غانم مواليد 37، عنده 84 سنة، ومدام دلال عبد العزيز الله يرحمها ويحسن إليها مواليد سنة 60، عندها 61 سنة. تعالوا بقى نشوف أبو سمرة السكرة اتجوز كم مرة. أبو سمرة السكرة تزوج 3 مرات. أول مرة تزوج من امرأة صومالية تقريبا شهرين ونص تقريبا، هي كانت بتحبه لدرجه كبيره جدا، كان لسه طالع بقى في الفوازير باي 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 باي، فوازير رمضان ايوه، دي كانت التتر بتاعها لو الناس الكبيره هتبقى فاكراه، هو وجورج والضيف احمد، وصممت انها تتجوزه، ولكن الزواج ما استمرش اكتر من شهرين او 3 اشهر. وعلى فكره كان يكن لها كل تقدير وكل احترام، وكان معاها اولاد طبعا، واولادها اتجوزوا دلوقتي وفي مراكز كبيره ومرموقه جدا. الزواجه الثانيه لسمير غانم كان قاعد في احد السهرات مع بعض الاصدقاء ومعهم احد صديقاتهم، وقالت له انا بحبك يا سمير ونفسي اتجوزك، اعمل ايه؟ قالت له المأذون. قالت له يا راجل، قال لها بقول لك اطلبي مأذون، لو تعرفي مأذون صحي صحي وتعالى. بالفعل كانت الساعة 3 وربع، طلبت المأذون، قالت له تعالى دلوقتي اهو المأذون، ما فيش ربع ساعة نص ساعة، راح اتجوزها سمير غانم. ولكن هذه الزواجة لم تستمر غير 6 أيام ولياليهم، يعني 7 أيام تقريبا في السبوع، كان كل واحد راح لحاله، قال أصل أنا خدت يعني نتيجة يعني هزار، والموضوع كان هزار وقلب بجد، وانا يعني كان يام الى ان راى ضلته في مدام دلاله عبد العزيز اللي كان بيعتبرها بنته وامه واخته وحبيبته وصديقته وكل حياته، الف رحمه ونور تنزل عليها. وكان حبه وعشقه لدنيا سمير غانم وايمي او امل سمير غانم، وبسم الله ما شاء الله ونعم التربيه. انتوا لو شفتوها، انا عمري ما انسى اغنيه دنيا سمير غانم وبتاعه اللي غنتها في احد الاحتفالات الكبرى، وكان حاضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انا مش فاكر الاغنيه بس يا ريت تفكروني بيها، عن مرض التوحد وكده، بس انا مش فاكر الاغنيه، انا الاغنيه دي ابكتني كثيرا جدا. سمير غانم ومدام دلال عبد العزيز اذا كانوا في فترة بسيطة جدا، فبنطلب من جمهور عادل فتحي ان يثبت طبعا يعني مدام دنيا ومدام ايمي، فدية الموت هو الحقيقة الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا. هو مش صعب ولا حاجة، الفراق صعب، ولكن اللي كان شاف مدام دلال عبد العزيز في الفترة الأخيرة كان يتمنى لها انها ترتاح بقى، لانها تعذبت عذاب شديد جدا. على فكره معلومه، ومعلومه مهمه جدا، الفنان سمير غانم او المرحوم سمير غانم والمرحومه دلال عبد العزيز ما ماتوش بكورونا، هو كان عندهم كورونا واستشفوا تماما من كورونا. ولكن في حاجه يا جماعه الخير، وخلي بالكم من هذا الوباء، في حاجه اسمها متلازمه كورونا، يعني المضاعفات اللي بتيجي بعد كورونا. فسمير غانم جاله المضاعفات دي، وايضا دلال عبد العزيز جاتها المضاعفات. ايه المضاعفات؟ شفيت تماما، يعني مدام دلال عبد العزيز شفيت تماما 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 من كورونا، ولكن متلازمه كورونا او المضاعفات بتاعتها اللي بتاثر اول حاجه على وظائف الكلى تماما، فالكلى عندها توقفت تماما، والطحال والبنكرياس، الى ان جاء في الاخر القلب خلاص وبقت في غيبوبه كامله. الله يرحمها ويحسن اليها، وهي اكيد في مكانه جميله جدا. كل التحية وكل الاحترام لكم، والعزاء لكل الشعب العربي والشعب المصري، والعزاء لمدام إيمي ومدام دنيا ولأزواجهم الإعلامي وسفير النوايا الحسنة رامي رضوان، بس الاسم على طول بعد انه، وطبعا الاستاذ حسن الرداد، كل او الفنان حسن الرداد. كل التحيه وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي. ان عجبكم الفيديو ده يبقى اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه، ابقى اعمل كل مدى يعني حاجه زي ديت، يعني روبرتاج او حاجه زي دي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.